تحياتي لكم، تحية من خلالكم إلى كل الصحافة المناضلة الملتزمة بقضايانا وقضايا المدرسة العمومية. معكم القدسي محمد، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية. نحن هنا في هذا المعتصم كتنسيق ثلاثي يضم ثلاث جمعيات، هي الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي. هذا الاعتصام أو هذا البرنامج النضالي نخوضه الآن مكرهين بطبيعة الحال، لقد دفعنا دفعا لنخوض هذا النضال. لماذا؟ لأن السيد الوزير من فك يصرح منذ مدة على أن المرسومين المتعلقين بخلق إطار تربوي متصرف تربوي بالنسبة لهذه الفئة كان يصرح دوما وأمام مختلف المنتديات وأمام النقابات وفي مجلس النواب بغرفتيه كان يصرح، وفي منتديات الإصلاح دائما كان يصرح على أن المرسومين سيخرجان في القريب العاجل. هذا القريب العاجل طبعا دام لمدة سنتين، لذلك فأطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا ملوا هذه الوضعية، فلذلك خضنا هذا النضال مكرهين. فبرنامجنا النضالي هو برنامج طويل المدى، هذا الشق الأول منه بيبدأ من 2 مارس إلى 23 مارس، فيه اعتصامات على مستوى المديريات الإقليمية واعتصام في الأخير على مستوى الأكاديمية الجهوية يوم 23 مارس، لنختمها في الشق الثاني من برنامجنا النضالي الذي سيكون أكثر تصعيدا ومكرهين ايضا لخوض هذا النضال امام وزارة التربية الوطنية وقفة احتجاجية تليها مسيرة نحو قبة البرلمان، وسنذهب بعيدا الى حد مقاطعة حتى الامتحانات الاشهادية طبيعة الحال. لذلك فنحن مرة اخرى نطالب المسؤولين ان يوقفوا هذا النزيف وان ينصفوا هذه الفئة، ان ينصفوها في القريب العاجل، لانها ملت كثرة الوعود وكثرة التسويفات والتماطلات. لذلك فنحن مرة أخرى لازلنا نمد أيدينا من أجل الحوار ومن أجل فك هذه الأزمة التي تعانيها الإدارة التربوية باعتبارها رافعة أساسية، باعتبار الإدارة التربوية رافعة أساسية للنهوض بالمدرسة العمومية. وشكرا لكم أخي المحترم، تحياتي لك. اليوم تعيش الإدارة التربوية بمدينة مكناس واحد حراك ربيعي، وحراك ربيعي داخلي لداخل المنظومة التربوية، حراك احتجاجي واعتصام داخل المديرية الإقليمية لمطالبة عادلة، لمطالبة بالحق هو إنزال المرسومين، لأن التسويف الذي أصاب الإدارة التربوية هو تسويف طال أمده. اليوم هنا احتجاج تحت شعار اللا عودة، يعني بأنه الأطر الإدارية التربوية سوف تبقى في اعتصام مفتوح، سوف تبقى في نضالات مفتوحة إلى غاية إنزال المرسوم، لأن هذا المرسوم هو إقرار للإدارة التربوية، وإقرار كذلك بأن الإدارة التربوية ملفها يجب أن يحل داخل المنظومة التربوية دون تسويف ولا مماطلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.